سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة ديال الملفوي سهله بزاف كما كتشوفونا. وجدت في المقادير عندي هنا جوج زلايف ديال الطحين الحلويات، وعندي هنايا معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الملحه، وبالنسبه للخل حتى هو غادي نحتاج منه معلقه، وعندي هنا الزيت غادي نحتاج منها نص كاس، وعندي الماء، وعندي هنا الماء حتى هو الماء يكون دافي واحد شويه. وخليكم معايا، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه. دابا غادي نبدا نعجن في الملفوي ديالنا. غادي نجمع دوك المقادير كاملين اللي شفتو معايا. دابا خليكم معايا تشوفوا الطريقه. من بعد ما عجنت الملفوي ديالنا كما كتشوفوا دابا، غادي نديرها في هذا السلوفان بحال هكا، وغادي نخليها تخمر لينا واحد شويه، وعاد ديك الساعه نبدا نصايب فيها. وهنا البنات هزيت الزبده مارغرين، درتها في الماء السخونه البنات حتى ولات بحال هكا كما كتشوفوا. دابا غادي نديرها الملفوي ديالنا. كما كتشوفوا البنات، خديت هاد الفخشيط هكا وحاولت نتقبها كامله البنات باش ما تنفخش لينا الملفوي ديالنا في الفران. ودابا غادي ندخلها الفران البنات، وبالنسبه للفران يكون سخون قبل، وندخل ليه الملفوي ديالنا ونقص ليه درجه الحراره، وصافي نخليها تحمر على خاطرها. وهنا البنات خرجت الملفوي ديالنا من الفران، كما كتشوفوا كنقطع ليها في الجناب كما كتشوفوا. هنا غادي نصايب الكريم اللي غادي ندير هكا الملفوي ديالنا. عندي هنايا جوج خمارات ديال لافاني، وعندي هنايا هاد الجيلاتين، هاد الوراق الجيلاتين، وعندي هنايا تقريبا جوج معالق ديال السكر سنيده، وعندي هنايا الزبده حتى هي تقريبا جوج معالق كبار، وعندي هنايا هاد الكريم باتيسيغ ها هو البنات، وعندي هنايا نصف لتر حليب. وخليكم معايا تشوفوا الطريقه.
وهنا البنات درت الكريم ديالنا فوق العافيه حتى كتجمع لينا مزيان. هنا كما كتشوفوا زدت ليها تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده وكنخلطها بحال هكا البنات كما كتشوفوا. دابا كنخلطوا الكريمه ديالنا حتى كتجمع لينا مزيان كما كتشوفوا معايا. من بعد ما وجدت الكريم ديالنا كما كتشوفوا عندي هنا ملفوي اللي قسمت على ثلاثة كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا ندير ليها الكريم ديالنا بهذه الطريقه. وصافي دابا كنخلي ملفوي ديالنا. دابا غادي ندوز نصايب في الكلاصاج كما كتشوفوا. هنا حطيت البيض ديال البيضه وهنا تقريبا حطيت جوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان كما كتشوفوا. هنا عندي بودره الشوكولا وهنا عندي السكر كلاصي وعندي شويه الخل كما كتشوفوا. خليكم معايا تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخلطهم كاملين. خليكم معايا. دابا خلطت المقادير ديالنا كاملين كما كتشوفوا. ها هما البنات دابا كنديرهم الملفوي ديالنا. دابا غادي ناخذ شويه وغادي ندير ليه بودره الشوكولا حتى كيعطينا هذا الخليط بحال هكا. هو البنات وهو اللي غادي نزين به الملفوي ديالنا حتى كيطلع لينا بحال هكا البنات كما كتشوفوا معايا. دابا نخليها حتى تشد راسها مزيان وينشف لينا هذا الكلاصاج وعاد ديك الساعه نقطعها. وها ملفوي ديالنا صافي راه وجدات كما كتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه بزاف البنات ودغيا كتوجدوها في الدار وبلا ما تحتاجوا تشريوها كما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه. ما تنساوش تخليوا لي راكم في التعليق وشي جي من لا فيديو شي اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الناس اللي دخلوا جداد ما تنساوش ديروا ليا شي جيم وشي اشتراك في القناه وتبارطاجيو فيديو. بسلام عليكم.